صباح الخير، صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. كل واحد هو صغير كان بيحلم انه يكون حاجة، كل واحد وهو صغير كان بيتخيل ان هو هيكون بشكل معين. يا ترى لما كبرت بقيت نفس الشغلانة ولا لا؟ ولو أتيح ليك الفرصة انك تغير وظيفتك تحب تشتغل ايه؟ هو ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي مستنيين منكم اجاباته، ونشوف كل واحد كان بيفكر او بيتخيل انه بيشتغل ايه، وخلينا نشوف الشكل التاني انه بعد ما اشتغل بالفعل هل لو أتيح لي الفرصة انه يغير وظيفته يقدر يغيرها، يحب يغيرها، ولا يتمسك باللي هو فيه. انت من الشخصيات اللي دايما بتسعى للتغيير وتحب، ولا تحب الامور ثابتة وفي حالها مدام مستقرة كده تمام؟ بصي، يعني فكرة اللي انا اغير شغلانتي في حد ذاته، عارفة اغنية فات المعاد؟ خلاص، يعني اعتقد ما فيش، يعني عندي سن معين بيبقى صعب ان انت تاخدي قرار ان انت تبتدي تاني حاجه من الصفر او من البدايه. لكن اللي انا بحب التغيير في شغلي، بحب اللي انا كل وقت اللي انا شايف في شغلانتنا كاعلام، اللي انت لو وصلتي لوقت من الاوقات اللي شايفه خلاص انا وصلت لقمه الهرم، دي بدايه الانهيار. انا طبعا ده اللي انا شايفه. ليه؟ لان احنا شغلانتنا على طول بنتعلم فيها، على طول بنقرا فيها، على طول بنذاكر فيها، علشان نقدر نكون مش بس بنطور من نفسنا، نواكب المتغيرات اللي موجودة حوالينا. لكن لو يعني السؤال اللي منا قالته، لو أتيحت لك الفرصة إنك تغير وظيفتك تحب تكون إيه، وإيه الوظيفة اللي أنت كنت بتحلم بيها؟ أنا يعني بشكل شخصي زي أي حد أعتقد كان في يوم من الأيام كان بيحلم اللي هو يخش كلية شرطة أو الكلية الحربية. ده فترة المدرسة تحديداً، عارفة اللي هو أنا عاوز تطلع إيه لما تبقى ضابط. لا خلينا نتكلم بصراحة. لكن في فترة الجامعة تحديداً ابتدى الحلم بالنسبة لي يتغير، وكنت بتارجت حاجة تانية. أنا ليه ما بقاش وكيمياء؟ عارفة كله واخده في كلها لها علاقة بدراستك، بس إلى حد ما شايف اللي أنا شغلانتي ما تختلفش كتير عن شغلانات وكيل النيابة. انت بتحقق، بتحاوري وبتحاولي ان انت توصلي لهدف وتخصصي صحفيه تلفزيونيه، صحفي الاستقصائي. فكره المجال ده تحديدا، انت عارفه ان انا قعدت تقريبا 10 سنين مراسل، ففكره اللي انا كنت دايما وفي اماكن كانت مهمه جدا، ونقلت لنا ياما يا احمد حاجات مختلفه، يعني ما حدش ينسى تخطيطك في العريش ووقت يعني العمليه الشامله حقيقي اشهد لك بانها كانت فكره التحقيق دي بقى، فكره البحث عن الحقيقه والتنقيب، واللي انت تطلعي الحقيقه فعلا وتوريها للناس في ظل بقى عصر الانفتاح والمعلومات. شايف اللي انا شغلانتي زيها زي، مع طبعا كل الاحترام والتقدير للساده يعني الاجلاء المستشارين ووكلاء النيابه، لكن شفت اللي انا ما بعدتش عن الهدف. بالعكس، شايف اللي انا دلوقتي في مكان اسمى، مبسوط اللي انا في المكان اللي انا فيه، لان مش بس اللي انا بحقق، لا انت كمان تقدري تمدي ايدك وتساعدي الناس. ففكره اللي انت تشاوري للمسؤولين على مكان بعينه في مشكله ما، اعتقد ده في حد ذاته نجاح. احنا ده الحاجه اللي بترضينا، واحنا لما بنروح كده وننام ونشوف نجاح ده او حد بيدعي لنا دعوه حلوه، اعتقد هو ده النجاح. واحد من المميزات ان الناس تكون بتعمل شغلها بجد وبحب، انها في ايا كانت الشغلانه، مش بس في شغلانتنا، انت بتقدر تمد ايدك وتساعد الناس. صح. لما تخلص في عملك وانت دكتور انت فعلا ساعدت الناس، وانت مدرس انت فعلا ساعدت الناس، وانت سواق المواصلات اللي الناس بتروح بيها شغلها ونزلت في ميعاد واتحت للناس انهم يوصلوا في ميعادهم، انت ساعدت الناس. وبمناسبه بقى الدكتور، لان انا دكتوره من الشرقاوي قاعده جنبي، فانا عارف ان انت اشتغلتي شويه سلك اكاديمي، و مش شويه، لغايه السنه اللي فاتت، لغايه السنه اللي فاتت، لكن قررت ان انت تركزي اكتر كشغلك كاعلاميه يعني، او كمذيعه يعني في التلفزيون المصري. شايفه اللي انت حققتي اللي انت عاوزاه، ولو اتيحت لك الفرصه هتختاري او هتفضلي ما بينهم، ولا انت شايف ان تو ليت ان الواحد يغير شغلانته؟ لا، انا اعتقد ان مفيش حاجه اسمها ابدا تو ليت، بالعكس البدايات الجديده دايما بتدي كده هدف، وبتدي حماس، وبتدي فرصه انك تجدد دمك. يعني لما تبقى وصلت لمرحله بس ما غيرش الكارير خالص. ليه لا؟ انت مع ان انت ممكن تغيري كارير في سن كبير شويه؟ انا بالنسبه لي انا بحب اللي انا بعمله، فانا بالنسبه لي انا مش مستعده اغير اللي انا بعمله. اللي انت شايفه، لكن انت فكره بعد 10 سنين و15 سنه لو هبتدي حاجه تانية جديده، انت متخيل حماسك وشغفك انك تبقى عايز تثبت نفسك في وقت قليل؟ لا طبعا، دي حاجه يعني وكانها اعاده تجديد الدماء في العروق. لا، انت مع مقوله حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب.
يعني لو اتفرض عليا حاجه اشتغلها لحد طبعًا ما الاقي الحاجه. طبعا اشتغلها بمنتهى الاخلاص واشتغلها بمنتهى الحب، علشان لو انا اشتغلتها من غير حب انا مجبره ان انا اخلصها برضه. لكن انا بقى اللي في ايدي ان انا ابقى رايحه شغلي متضايقه ومتنكده كل يوم، و او ان انا اروح مبسوطه وفرحانه باللي انا بعمله، وبشتغل في مجال ظريف الناس اللي حواليا حاسين ان انا في بدي، فأخلي بيئة العمل أفضل لغاية ما أصل للمكان الأفضل لو من وجهة نظري أنا عايز أروح يعني مكان. ده وجهة نظري ووجهة نظري بقى اللي احنا نشوف وجهات نظر السادة المشاهدين، اللي أكيد يعني هو ده سؤالنا اللي هنستعرض إجاباته يعني مع حضراتكم على مدار الحلقة النهاردة اللي هتستمر حتى العاشرة صباحا. لو أتيحت ليك الفرصة إنك تغير وظيفتك تحب تشتغل إيه؟ هو ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنتظرين إجابات حضراتكم عليه. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.